قدرناش بثمن. بقول لك اسالي من السلك للسلك. قول ابو عادل المهن ايش بيشتغل؟ بقول لك موظف وكاله بس بيشتغل انتيكه. حياته كلها هي انتيكه. يعني تحفظ الجزء منه 40 سنة وأنا بحوش فيها. أنا موظف وكالة، كنت أخذ من الوكالة قروض وأشتري. أخذت مصارية كلها، اشتريت واشتريت سيارات، بعت السيارات واشتريت. أنا تحفظ بعشق عشق، يعني تحوش عمري. يعني عملته أنا وفي تراث فلسطيني. شوف اليهودي اللي قصفه بلمه من 40 سنة. يعني هذا حياتي. يعني انا بقعد جوا بشوف التحف والولاد اكثر ما بشوف مرته واولادي. بقى جعان يقول له تعال كل بقوم بتغذى منه. اي حاجه يعني نحاس بحبها من طول عمري. طول عمري هاوي احب الشغلات هاوي. عندي ايش بدك؟ حوالي طول تحف. عندي حجار كريمه. عندي حبه ياقوت. عندي حبة ألماس موجودة جوا والله العظيم في قلب الجرار. اللوحات هذه كلها تكسرت. عندي لوحات بالخيط الحريري. عندي لوحات مرسومة بخيط الحرير، مرسومة بالفضة والذهب. كل هذا تكسر انعدم. أنا لو بعرف هذا المطرح مش أمين. أنا بجيب أولادي كلهم، أنا أولادي لو انضربت الدار كلها، أولادي كلهم بنات وخواتي وهذا، كان ماتوا كلياتهم ما لقيتش واحد. يقول الله يرحمك. أنا ليش انقصفت؟ أولادي كانوا عندي. ابني كان عندي، كلهم أولادي، أنا بفقد أولادي، أولادي إلي مش لهم. مش لحد من الاولاد. انا بقول له انت الي للولد نفسه، بقول له انت الي مش الك. انا بصرف عليهم، ادفع دم قلبي. انا بعرف الولد بيتغرب يجيب لي كل يوم 1000 دينار، بديش يوم 1000 دينار، بدي اشوف ابني. بناتي كلهم جبتهم من وين؟ من دورهم عشان المطرح هذا امين. بناشد الناس كلها، شوف خربان الديار كمان، هي على قد الدار مش على قد الدار. المتحف الموجود هنا والقطعة الموجودة تبدي كمان قدها مرتين.